السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، محاور متابعينا الكرام. الفيديو ده انتشر كتير جدا، وانا حاولت بقدر الامكان استوثق ولقيت مواقع كتيرة جدا نشرها، فجمعت التجميع للصور. شايفين راجع معايا كده، ابدأ الفيديو من اول وجديد. شايف كأن في اشخاص على هيئة نار بيمشوا، او كأنها جن من النار بيمشي جوه الحرايق، او كأنهم مخلوقات نارية ماشية جوه الحرائق، وده سبب رعب كبير جدا للناس هناك في حرائق الجزائر. والصورة هي من كذا مصدر، يعني جايب الفيديو تجميعة من كذا مصدر، مش من مصدر واحد فقط. نركز مع بعض كده في الفيديو، ركز معايا وخليك معايا لاخر الفيديو، لان انا جايب مقاطع كتيرة من كذا مكان، وكل واحد مصور من زاوية مختلفة. شايف اللي بيجري ده؟ شايف بيجري ازاي؟ شايف بص، كأنهم أشخاص حقيقيين بيجروا وبيهرولوا. شايف؟ اللهم احفظنا يا رب. ظهور مخلوقات نارية تسير في حرائق الجزائر، التقطتها بعض كاميرات الموبايلات. شايف؟ ركز شوية في الحتة الفضاء دي، تلقى حد معدي تاني برضو كده. بعض الناس ظنت انهم ناس محروقين وبيجروا. اهو شايف النار بتجري ازاي؟ اهوت، في فعلا شخص ناري او مخلوقات نارية بتجري. من الواضح ان الامر صعب جدا، وطبعا ناس كثيرة جدا هتتهكم على الموضوع ويعتبروا ان اللي بيتكلم في الحاجات دي يعني مجنون، او بيتكلم عن حاجات خارقة للطبيعة. ما هو اللي بيحصل حوالين العالم ده كله شيء غير معتاد وغير يعني غير منطقي تماما، ان الحرائق تندلع في كل هذه الدول وكل هذه الاماكن في نفس التوقيت بهذه السرعة وبهذه الكيفية. الله أكبر. الله أكبر. اسمع. ليك تلبيو. شوف هاي تطلع منه. شوف هذا. شو هذا؟ الله أكبر. شو هذا؟ شو من تحت؟ الناس اللي بتفهم وبتركز. شو هذا؟ استعيذ بالله، بسم الله. فاعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إلى آخر الآية. Bu ayeti sürekli okumak yetmiyor. Ayetin gereğini yerine getirmek gerekiyor. Bunu yapmamız lazım. Öbür tarafta hep söylüyoruz. İnnemel mu'minûne ihve. Müminler muhakkak kardeştir. Nerede kardeşlik? Nerede kardeşlik? Var mı kardeşlik? Kardeşliğimizin gereği var mı? Yok. Kardeşliğimizin gereğini yerine getirmemiz lazım. Bunu yapacağız ki o zaman güç bulalım. O zaman kuvvet bulalım. Yapmazsak Rabbimiz ne buyuruyor?
O zaman gücünüz gider diyor. Zayıf düşersiniz diyor.